فهموا ولا فهميش؟ تصريحات 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 لا فهميش برحات؟ لا ولا مفهم مهج ديما مشكلتك معايا انا ديما مشكلته معايا انا ديما عصام احلى عصام مجتمعنا انا بابا توا كان جماهير غفيره لهنا في توديع المنتخب الوطني التونسي برشا ناس عندهم رحلات معناها حتى من الحجيج اللي ماشيين للعمره شوف موزايك معناها يكذب موزايك يكذب موزايك يكذب زميلنا الغالي احمد عداله تحياتنا ليه دونك معناها هم مسافرين فجاه معناها للعمره للبقاع المقدسه شوفوا الحاج ما شاء الله دونك بقاو في انتظار المنتخب الوطني التونسي من اجل توديع البعث ومشهد حلو حلو برشا لهنا مباشرة من مطار تونس قرطاج قاعدين نتبعوا في وصول حافلة اللاعبين حاليا للسفر إن شاء الله نحو مالي للمشاركة في الدورة الحاسمة الأخير من تصفية كأس العالم منتخب الوطني التونسي يواجه نظيره المالي هاو وصول اللاعبين حاليا سول اللاعبين حاليا كما نقول تغزر معناها يشوفوا الناس قاعده تستنى في لاعبين المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله بالتوفيق احنا في المباشر حاليا نشوفوا كل البيت كل التسجيلات على الفيديو يا مالو يا مدام بقيت اللاعبين وليد سافا يا مجدي حتى احنا نصوروا وليد بن نجل ايمن بحمان ياس خيري نادر الغادري سلومة لاباس عايش سليم لاباس خويا بونسونس عايش لأن جوا حلوة برشا لهنا علي معلول محمد أمين بوبكر مرتضى بن الناس بشير بن سعيد الإطار الفني الكل وعليكم السلام الناس كل حاضرين أو هريسة محمد دراجر محمد دراجر بصغاريت معناها لاعبين المنتخب التونسي معناتها يدخلوا المطار مطار في الجماهير الحاضره المدرب جلال قادري ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله اذا هذايا جانب من السفر وحنا بعد المجبري وتصفيق كبير برشا معناها من الجماهير حنا بعد شوفوا الجماهير كيفاش تزغرت معناها حنا بعد بس يا رجال اكبس يا رجال صحيح وسيد الوزير وزير الشباب والرياضه سيد كمال دقيش قدامكم يعني باش يستقبل ويودع المنتخب الوطني التونسي ووفد المنتخب اللي يتحول لمالي سي منظر تحياتي عايشك عايشك سيد الوزير قاعدين نشوفوا اذا سي هشام سامع دوك الله يخليك احنا قاعدين نتابعوا في المباشر على صفحه برشا كوره في تحول المنتخب الوطني التونسي والسفر نحو مالي ان شاء الله بالتوفيق ومنتصر الطالبي اخر اللاعبين الملتحقين ان شاء الله طبيعه باش يكون موجود في التشكيله الاساسيه منتصر الطالبي لاعب روبن كازان الروسي تقريبا الوفد لكل دخل لل نحو الطائره مازالوا طبعا لاعبين هذوما عيسى العيدوني نعيم سليتي نشوفوا عصام جبالي نتهناو عليه عصام سافا لاباس عليك صحتك لاباس الحمد لله انيس بن سليمان سيف الدين الجزيري سعد الغدير لا إله إلا الله. من
ياسم سليمان لعبيت المنتخب التونسي كل حاضرين سعد بقيرة أمامكم. قولي عم تقول وما زالت لاعبين طبعا سيسي محمد علي برمضان تنزيل أمامكم سامع الحدادي يوسف المساكني سلام روحهم على الدباع عبدالله الدعبين سنة التوفيق للاعبين المنتخب الوطني إذن تقريبا البعثة الكل الوفد الكل التحق بال